الاسم ديالي يدرع من شتوكا يتباها. القس ديالي ولدي كيقرا في واحد المدرسة، ناض في الخمسة ديال الصباح باش يمشي يصلي، وتلاقوا معاه شي ثلاثة الناس هزوا وداو واحد الخلا. ومن هذاك الساعة من الخمسة ديال الصباح حتى الثلاثة ولا جوج ونص ديال العشية، جوج ونص ديال العشية عادي يجي. احنا كنقلبوا عليه، ما جاش في الفطور ما جاش في الغداء، كنقلبوا عليه شي شويه صافي. ومن بعد انا جيت ديكراريت، الحمد لله ديكراريت، المخزن دار الشغل ديالو الحمد لله. كنشكر الدرك الملكي بخير، داروا الشغل ديالو، هما شدوا واحد الحمد لله، شدوه بالتليفون حيت هو كيهددوه بالتليفون، هو كيتصل به بالتليفون، عنده شي دالي في التليفون. هذاك اللي شدو دابا كان كيهضر معاه في التليفون وكيقول ليه انا غندير لك، غنخدمك، انا غنفعل لك، غنترك لك. كيهدو بالتليفون، الا ما فعلتي ليا ما فتكت ليا غندير لك غنفعل لك. حتى هذاك النهار جا دار فيه هذاك الحاله. هذاك السيد داكشي اللي قالو عنده 36 عام، كبر من كرب منو ب 20 عام، وكان كياكل مع عنده الدري في القهوه، كان هو دار القهوه، كان طلب ولدي يشد حقه ان شاء الله تعالى. عيطوا لي الدرك الملكي. المهم مشينا للمحكمه، شدوا هذاك السيد، شدوه. المهم نهار الخميس شدوا هذاك السيد، هذاك جوج مازال ما بينو، يا داكشي اللي كاين. كنطلب دابا ولدي يشد حقو، داكشي اللي كنطلب دابا ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.